يا مساء الخير عليكم. اولا برحب بيكم على قناه شافعي تي في. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن لعبه ببجي والخطوره اللي بتاديها للشباب. لكل عشاق ببجي، لكل الناس اللي بتحب ببجي، لكل الناس اللي ما تقدرش تنام من غير ما تلعب 5-6 ساعات متواصلين في لعبه ببجي، اسمعوا الفيديو ده للاخر، هيهمكم جدا، في معلومات خطيره جدا عن لعبه ببجي. الشاب وهو بيلعب في ميدان القتال ما ينفعش يطلع من الجيم الا لما يكسب. طبعا بيفضل يحاول بقدر الامكان ان هو يكسب، فبيقعد اكتر من ساعات متواصله بيحاول ان هو يكسب الجوله ما يطلعش منها خسران. في القتال بتبقى مرهق جدا، ما بش قادر انت تعمل اي حاجه. اللعبة دي ادت لوفاة بعض الشباب والاطفال بسبب ان هم كانوا قاعدين مركزين في اللعبة اكتر من 5-6 ساعات متواصلين ومركزين جامد، لدرجة انهم جات لهم ازمة قلبية. وما لعبة ببجي خلت ناس كتير عندهم خلل بسبب ان هم دايما مركزين وجات لهم رعشة، والرعشة كلنا عارفين ان مفيش حد بيعرف يتعالج منها غير بصعوبة جدا. 5-6 ساعات قاعد على لعبة ببجي بتعمل ايه؟ الادمان مش بس انك تشرب سيجارة او ترفع لك ازازة كحول، الادمان انك انت تبقى قاعد بتحب الحاجة اكتر من حجمها، كبرت ده نار في مخك، اصبحت الذاكرة هنا ما فيهاش، الذاكرة نفسها اصبحت فاضية، ما بقاش فيها اي معلومات، كل المعلومات اللي فيها انت ازاي تكسب اللي قدامك، انت عايز تلعب ببجي فقط لا غير، عايز دايما تمارس اللعبة وتكسب اللي قدامك، هو ده كل هدفك وتركيزك، هو ده اللي دمر حياتك ودمر مستقبلك باللعبة دي، هو ده الادمان بعينه، الادمان ان انت تبقى ماسك الحاجة وتعشقها ما تقدرش تسيبها، انت مسكت اللعبة حبيتها بطريقة غير عادية، اصبحت اللعبة هي اللي تتحكم فيك مش انت اللي تتحكم فيها. لعبة ببجي هتدمرك، لو انت فضلت وراها فعلا اللعبة دي هتدمرك، انا بحذرك من لعبة ببجي، خلي بالك، والله اللعبة دي هي اللي هتقضي عليك، هتقضي عليك نفسك بنفسك، المفروض ان هي اولى بالخمس ست ساعات دول، ده انت لو اخدت 5-6 ساعات دول في المذاكرة، والله ما هتلاقي حد زيك، انت مش في العالم اللي احنا فيه دلوقتي، انت مش مع المجتمع، انت مش عايش معانا اصلا، انت في مجتمع تاني خالص لوحدك، انت منعزل، انت خلاص. واتمنى ان الناس كلها تتحكم في نفسها، احنا مش بنقول اللعبه حرام او عيب او غيره، احنا بنقول لك ركز في مستقبلك، حاول دايما انت اللي تكون في ايدك الزرار، انت اللي دايما متحكم، ما تخليش الاله اللي قدامك هي اللي متحكمه فيك. ربنا في نهايه حلقتنا، انا بشكر متابعي قناه شافعي تي في، ما تنسوش اللايك الشير الكومنت، الحاجات دي كلها بتدعمنا علشان دايما نقدر نقدم لكم محتوى يليق بمتابعي قناه شافعي تي في. الى اللقاء.